من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع. هذا السائل يقول: في بلادنا العراق هناك جماعات مسلحة تقيم الحدود على الجاسوس فيقتلونه بأنه مرتد، فهل لهم الحق في ذلك؟ ما ندري عن الجماعة الذين أقاموا الحد عليه، قد يكونون مثله أو أسوأ منه، لا سيما إذا كانوا من التكفيريين الذين يكفرون الناس ويسعون في الأرض بالفساد.